صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أرتكب المعاصي وأغتاب وأتكلم بالسوء وقد أترك الصلاة أحيانا، وأحس أنني إذا أتيت إلى الصلاة أحس بالتعب والنعاس، فماذا أفعل وماذا أقول لكي أتوب من هذه المعاصي؟ تب إلى الله، تب إلى الله بلسانك وقلبك، استغفر الله. التوبة تكون باللسان، تكون بالقلب، وتكون بالفعل أيضا. تتوب إلى الله عز وجل وتؤدي الواجبات وتترك المحرمات. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولا أحد يمنعك من التوبة، لا أحد يمنعك من التوبة. نعم.